فرح بهلاوي واحدة من النساء الأجنبيات اللواتي أتيحت لهن فرصة الاستقرار في المغرب، لكن المميز بخصوصها أنها حظيت بعطف كبير من الملك الحسن الثاني، وفتح لها أبواب المغرب رفقة عائلة زوجها شاه إيران في أحلك فترات حياته على الإطلاق عندما تم الانقلاب عليه. في هذا التقرير التاريخي نكشف عن علاقتها بالحسن الثاني ولماذا أهداها إقامة بمدينة تارودانت، وهل أصبحت فرح بهلاوي مغربية بطول الإقامة في المغرب؟ لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا، دعموا القناة ولا تنسوا الاشتراك فيها. تظهر فرح بهلاوي المغربية بانتظام في بعض المهرجانات والمحافل التي يستقطب لها المغرب أشهر وجوه الفن والسينما من داخل المغرب وخارجه، ويعرفها الكثيرون بكونها أرملة لشاه إيران، لكن لا يعرفون أنها استقرت فترة بالمغرب. فرح بهلاوي ذات الجمال الخلاق والآسر تملك إقامة بمدينة تارودانت تلجأ إليها بين الفينة والأخرى في زيارتها إلى المغرب، مرفوقة بأسرتها الصغيرة المتمثلة في أبنائها وأحفادها. بعد وفاة الشاه تساءل الكثيرون عن سر اختيار أرملته للمغرب وجهة أساسية تزورها سنويا، علما أنها لم تزر المغرب في حياة الشاه إلا مرات معدودة لم تدن إلا أياما قليلة في عز أزمة الحكم في إيران خلال السبعينيات. فما السر في ذلك؟ كانت تغادر بعدها من المغرب إلى مصر ومنها إلى عواصم عالمية أخرى، وجرت العادة أن تنتقل بينها دون توقف خلال الأشهر الأخيرة من حياة الشاه، تجنبا لأي مشكل دبلوماسي بين الدول المضيفة والنظام الجديد في إيران. كتبت فرح بهلاوي مذكراتها التي شكلت فور صدورها حدثا عالميا تهافست عليه كبريات المنابر الإعلامية عبر العالم بترجمتها، لأنها تكشف جزءا كبيرا مما كان يدور في كواليس الحكم خلال الأشهر الأخيرة من حكم شاه إيران وعلاقته برؤساء الدول التي زارها، وأفردت لزيارته المغرب صفحات مهمة من الكتاب، وتحدثت عن الملك الحسن الثاني والدور الذي لعبه في توفير الدعم النفسي لشاه إيران في عز الأزمة الإيرانية. تلك المذكرات تقدم تفاصيل عن حياة فرح بهلاوي قبل أن تصبح ملكة وأيام مجدها أيضا، قبل أن يدور الزمان دورته وينهي كل شيء ويصبح لقب زوجها لعنة تطارد النظام السابق ورجاله بعد ثورة الخميني. المثير في قصة فرح بهلاوي أنها اختارت الإقامة في المغرب ولم تعتبره محطة عابرة مثل غيره من المحطات التي استضافت أسرة الشاه بعد خروجه الاضطراري من إيران. عندما سمع بعض الصحفيين للوهلة الأولى أن فرح بهلاوي اختارت الإقامة في المغرب، ظنوا أن الأمر يتعلق بإقامة في مدينة شاطئية، إلا أن الغريب في الأمر أنها اختارت مدينة تارودانت وحصلت على إقامة مهداة من طرف الملك الحسن الثاني على شكل رياض تقليدي جميل قريب من إحدى الأحياء الشعبية ويفضي إلى أسواق المدينة. أصحاب المحلات التجارية المجاورة لمنزل فرح بهلاوي أكدوا أن المكان يعرف إنزالا أمنيا عندما كانت تأتي زوجة شاه إيران إلى إقامتها، حيث يرابط شرطيان أمام باب الإقامة ويتم تطويقها من جميع الجهات لضمان الحماية. بعض أصحاب المحلات أكدوا أنه سبق لهم دخول الإقامة لتزيينها بديكورات تقليدية وتركيب المصابيح التي تشتهر بها تارودانت في حديقة الإقامة، ويقال إن بيت فرح بهلاوي مسكن عادي يعكس البناء التقليدي للمنازل الكبيرة بالمدينة
والتي تشبه الإقامات الخاصة والريادات المعمارية، بالإضافة إلى حديقة تحتوي على ممرات وكراسي. أما داخل البيت فقد كان يضم العديد من الغرف وديكورات كثيرة موضوعة بعناية، وتعكس كلها المعمار المغربي والصناعة التقليدية المحلية. اعتادت فرح بهلاوي المغربية الظهور في وسائل الإعلام المغربية من خلال المهرجانات السنوية، ومن قبيل مهرجان قناوة تصويرة الذي يحج إليه المشاهير عبر العالم، حيث شوهدت في أكثر من دورة ورفقة عائلتها الصغيرة وأحفادها تتجول في المدينة بكل تلقائية، أو مرفوقة بشخصيات وازنة أثناء متابعة فقرات المهرجان وعلى رأسهم أندري أزولاي. تميزت علاقة فرح بهلاوي بالمغرب بترحيب الملك الحسن الثاني بمقامها رفقة ذويها، رغم أنهم لم يلبوا الدعوة في حينها بسبب الإكراه الذي كانت تعيشه العائلة، والمتمثل في طلب شائرة للعلاج لتعود فرح بعد وفاته إلى المغرب بشكل مفاجئ، وتواظب على زيارته في مناسبات مختلفة كل سنة قادمة إليه من أمريكا حتى أصبحت مواطنة مغربية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.